ازيكم عاملين ايه؟ النهارده في السريع كده عايز اقول لكم على اسرع مشروب ممكن تشربوه في حياتكم، سواء تشربوه لوحده، سواء تشربوه مع الفطار او مع اي اكل عموما. مشروب سريع وحلو ولذيذ، وتحضيره ما بياخدش الا جاست بس انك تصب عليه ميه سخنه بس كده. المشروب اللي معانا النهارده من مذاق، وده شكله، ده شاي بلبن اكسترا. الشاي بلبن ده من مذاق، كل اللي احنا بنعمله ان احنا بنحطه في الكوبايه ونصب عليه ميه ونقلبه، وبيبقى معاك احسن كوبايه شاي بلبن. اللي هنعمله في السريع، هنجيب كوبايتنا وهنفتح كيس مذاق، هنحط المكونات في الكوبايه، هنصب ميتنا السخنة عليه، هنقلب. ودلوقتي جهزت معانا احسن كوباية شاي بلبن. في ثواني انت ما حطيتش عليها لا سكر ولا لبن ولا اي حاجة، انت بتحط مية بس وبتقلب، بيبقى معاك كوباية لبن جميلة وفوم وطعمها حلو جدا. وبس كده، دي الحاجة اللي كنت عايز اقول لكم عليها النهاردة. مشروب مذاق ده انا مش اول مرة ادوقه، وانا شربته كتير، كنا عاملين حلقة كاملة عنه. المهم في السريع كده، مذاق منزلة برضه 3 انواع تاني غير الاكسترا، منزلة الكلاسيك، ومنزلة خالي الدسم، ومنزلة اللي بالحبهان. خلي بالكم من نفسكم واشربوا شاي بلبن. سلام.